المدرسة. أنا بابا مشينا في الصباح لبرنا الدنيا عموما ومشينا سي مراها مرجعنا بابا بهدوني مشى مراها زي الأدوات مراها شيتهم. يلا يا نتاعي الفيديو قبل ما نبدأ الفيديو عدوا لايك والاشتراك ويلا معايا. هذا شنو؟ او هذا التربية الإسلامية. وهذا قصص. هذا كتاب القصص الأول وعنده واحد آخر دابا نشيت هذا. وأنا هادو شي باغا وغنوريها لكم. انا وهادو كتب الدراس. مهم دابا نمشيو للادوات. هادي دابا جابو لنا الرسم وغنوريكم. هادو باش نوصفو لخوينا. هادي بلوجة طلبوها لنا. و هادي هاد الرسم ومعاها هادي ديالها هي ومسطرة اللي نبدو فيها والألوان. ومسطرة هي وهو الألوان. وهدو باش تكون الأشياء اللي قلنا. وهدي منزلة. وهذا باش نكتب الازرق. وهذا باش نصحح. وهادو الجزم باش نعدل الطبيعه. هادي البر واخا هادي تماك ولكن ما عرفت المدرسه الاولى هي كانت كورونا ما كنا هي شيبا يعني ما. وهادي اللوحه وكريوكا. وهذا قلم الاحتياط. وهادي المساحه المتخيله. وهادي الطباشير. وهذه الماريطة. ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك.
عرفت دابا نخبي هاد الاداه صغيره مراهم ما تعرفو بلي و وريتي جيب هاد الحاجه ايوا نخبي هادو البلاني ديالي البلاني ديالي البلاني ديالي البلاني ديالي يا خوي قبلوا هادو للنائقد انت المقصود بيناتكم بابا شال واحد المصفار ديالو واحد العمر تخي صغير اللي قلت لكم تمسيا خاصة شنو شنو بابا شال سلايد واحد ديالي واحد تخي صغير و شي نهار نعاود لكم فيديو نجيب بزاف سلايمات ونخلطو بعضهم يرجع سلايم كبير ونوريكم اي فيديو سلايم وما يلا نلعب سلايم كبير ومائي بزاف انتوما تشوفو دابا واش لابس فيا يا 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 سويتي جاف ميكات للشاب ما اكثر من لازم هيداك هو ما غنيش شي مره اخرى ما يكونني نعد الاكبر شلي ماشي شي مد مارك هذا مارك لا ماشي مد مارك مارك اخرى يعني متوصي بشي واحد قاصح بزاف واحد تجيب مائل بزاف اوه لا دابا مبقاش مائل بزاف يعني مزيان دابا نكون دابا في ان وقاي واخا سليم بابا سلايم ولكن قصح بغي هادي تقدر تبقى لعب بيها وصافي ولكن فيديو اخر يكون كامل سلايم يكون داو ستيتو هذا كان ستيتو لكن اخر يكون كبير من شوية وهم اروبو شوف العدد اللي موقع وتشوفوا شحال تي جمع شوف مساعدي سيخاي مساعدي الاكبر ويلي الان الان شحال متى تبقى تلعب بيك شوف دابا بقى نلعب بهيدا وما اديكم بوقه كبيره بس اسمعتوا بيب خير حركة يا صديقي اليونيكورن شوف اتقي بوجهك صافي سلايمات الوداع سلايمون
ارد البطء يقول منه هتشيله رد البطء بيب هذا دي العوم هذا شيء بالصور المهم شكرا الى اللقاء حد الله كل الشهر كل الشهادة الى اللقاء أراك أشيرك باي 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 ولو أستنبيوه أشترك وكل جديد اسمع قلت لكم شيء فرحان بزاف هاد أدوات وجع المدرسة ونتلقى لقاء جداد هاد اللي قلت لي عاد عم بخير وجميع دقائق أنا أجي عملي هاي ما أقول لكم شيء لا وزلي ما العلم يا خير إذاك معكم تتمنى جميع الدقائق اللي تجيبون تجيبون أنا يقول لي يوم جاء ما أتلعن بخير و